شباب، هذا يمني انتحر هنا هذه العمارة، والدولية الآن مسكته، ستأخذ الإجراءات القانونية. صراحة بلاد دولة في السعودية دولة. اليمني هذا دخل وتأزم حالته النفسية لأنه ما قدرش يشتغل عند كفيله، ولو 4 شهور من يوم دخل. في جيت له حالة نفسية فقام قتل نفسه، شنق نفسه داخل عمارة. لا يدخل أي يمني، لا يدخل المملكة إلا معه عمل. أما تشتري له فيزا ودخل يجرب حظه، لا. الناس بالله بالعزب مليان يمنيين، مليان يمنيين طباخين وعلى مستوى، وناس معاهم مهن، ما فيش أعمال، ما فيش أشغال، لأنه ما تشتغل عند كفيلك. كفيلك ما يقدر شيء يقول لك أنا أكفلك، لأنه إذا ما معوش عمل غرامة 100,000، وإذا ما اشتغلش عند كفيلك اشتغل ما حد يرضي يشغلك، لانه اذا جا مسكوك وعنده تشتغل عند واحد ثاني مش بنفس المؤسسه يغرموا الكفيل 20,000، فما حد يرضي يشغلك. خايفين من الغرامات، الغرامات قوه. يعني نظام هنا، نظام نظام نظام، ما في شيء مرحميني. فاي مني رجاء لا يكون مصيره مثل مصير هذا الاخ، ما قدر يشتغل ولا قدر يتروح، ما حد ينفعك، ما حد يديلك، في الاخير قام شنق نفسه. نصيحتي للأخوة اليمنيين، نصيحتي للكل، نصيحتي لأهل اليمن كامل، ما يدخل لا تشتغل عند كفيلك، مضمون مضمون انك تشتغل عند كفيلك، غيره لا تحاول تدور لك عمل، تدور لك مهرة، تشتري فيزا ودخلت تتبرطع تدور لك عمل، ما بش عمل، ما حد يرضيك فلك ولا حد يرضي عين لك العيون. فنصيحة من أخ لأخوه، هنا نظام وقانون، ما هيش وساطة ولا نظام، نظام يطبقوا نظام، لازم نستوعب ايش معنى كلمة نظام، عشان ما يكونش مصيرك مثل مصير الأخ. الله يحفظ اليمن وشعب اليمن. لا يدخل واحد يا منع، لا يدخل واحد إلا ويشتغل عند كفيله، مش يشتري له فيزا ودخل، مش داريني يولي. الله معاكم، حتى لو كان معه مهنة.